طب والتحليل الأولاني؟ النتيجة تلعب فيها. أنا ما حبيتش أقول لحد، لحد ما أعرف مين اللي ورا الموضوع ده، خصوصا أنا كان عندي شك إنه بني آدم قريب مننا أوي. لحد ما عرفته راجي مش كده. ليه؟ ليه عمل كده؟ بيقول إنه عمل كده عشان خاطرك. عشاني أنا؟ عشان تبطلي تدوري على علي. لا 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 لا، أكيد أنا بحلم. أنا مش مصدق اللي أنا بسمعه. إزاي؟ طب عارف يزور التحليل؟ السلسلة جابها منين؟ بيقول إن البوليس اداها له. بعد ما لقوا جثة علي. فكرت كتير قبل ما اجي اتكلم مع حضرتك بصراحه، بس انا كنت هخلص الموضوع ده بمعرفتي انا. غلط يا حسن. انت فاكر يعني ان انت لو كنت حتى واجهته وفي حاجه مش مظبوطه كان هيقول لك عليها؟ يا باشا انا ما كنتش هحله غير لما اقرره. تقرره؟ تقرره ازاي يعني؟ كنت هتضربه ولا تموته زي ما عملت في الكلب؟ كمان باشا انا مش بلطجي عشان اموته، والكلب ده كنت بدافع عن نفسي. المفروض من الاول كنت تيجي تقول لي وانا اتصرف. وديني قلت لك يا باشا، هتعمل ايه بقى؟ قبل اي مواجهه بيننا وبينه لازم نعرف الاول مين هو بالظبط. اسمه سامي. مش عارف. خلاص سيب لي انا الموضوع ده وانا هتصرف فيه. تمام يا علي باشا. طب كمال باشا، بالنسبه للموضوع اللي كنا اتكلمنا فيه ده، يعني حضرتك ناوي تعمل فيه ايه؟ أنا هبقى أقول لك لما يجي الميعاد، بس المهم دلوقتي تحضر كريم وتفهمه هيقول إيه قدام الضابط زي ما اتفقنا. ماشي يا باشا. يا أبو علي. كيمو وحشني يا حبيبي. وأنت كمان. كمال باشا بيقول لي إنك بتطبخ. آه مكرونة. أوعى تكون عكيت وقصرت رقبتي. عيب عليك. ماشي تعالى دوقني. طيب بعد إذنك يا كمال باشا. اتفضل. الو. ايوه سامح. راجي. كلام اللي بابا بيقوله ده حقيقي؟ بابا قال لك ايه؟ بابا قال لي ان علي، علي مات. طب تعالي نقعد. تعالي يا راجي. علي مات. ايوه لا، علي ابننا مات من 20 سنة بعد ما تاه مننا بكذا يوم. ايه الأسود يا راجي؟ جالك قلب تضحك عليا طول المدة دي كلها؟ ده انا كنت بموت في اليوم ألف مرة لما كان بيجيلي واحد يقولي ان انا ابنك علي. كنت بموت من الوهم. قدرت تنام جنبي وانا صاحية جنبك دمعتي على خدي من الإحباط وخيبة الأمل؟ قدرت ازاي تعيش وانا زي الأموات؟ عملت فيا كده ازاي؟ رد عليا. علشان بحبك يا إلهام. كنت خايف عليك من الصدمة. ما كانش قدامي غير اختيارين. يا سيبك تعيش على أمل إن علي عايش. أوصل حكي إن ابننا مات وساعتها مش عارف إيه اللي يحصل لك.
من الصدمة تقوم تخدعني؟ خوفك عليا من الصدمة اداك الحق ان انت تموتني طول الفترة دي كلها؟ طب ما فكرتش ليه ان يبقى في اختيار تالت؟ ما قلتش مثلا انه مات وان انا هقبل بقضاء ربنا ليه ورب الاتنين التانيين ليه؟ ليه ها؟ كنت فاكر اللي انا بعمله ده عشان مصلحتي. انت ما تعرفش مصلحتي! انت ما تعرفنيش ولا عمرك عرفتني! انت ما تعرفش غير مصلحتك وما بتمشيش غير اللي في دماغك وبس! مش حقيقي يا الهام! اوعى تكلمني عن الحقيقة! اوعى تكلمني عن الحقيقة! عشان انت حياتك كلها كدب واخداع! ازاي قدرت تعمل فيا كده؟ الولد اللي انت جبته ده جبته منين؟ ده واحد ابن عامر كان عندنا في المصنع، فريد اتفق معاه يجي يمثل دور علي. وايه المقابل؟ ياخد قرشين. يا راجل أجرت واحد بالفلوس عشان يخدعني؟ ده أنا كنت بموت يوم ما عرفت إنه مشي وساب البيت. علي مات يا لينا، علي مات. أنت كنت عارفة؟ كنت عارفة مين تاني كان عارف؟ مروان؟ لا، مروان ما كانش يعرف أي حاجة. يعني أنتوا كلكم كنتوا عارفين وأنا آخر واحدة في البيت ده تعرف أي حاجة؟ عايشة معاكم مش داريانة بأي حاجة؟ أنا مش مصدقة إنكم أنتوا إيه؟ أنتوا إيه؟ إلهام! ليه قلت لها يا جدو ليه؟ كان لازم أقول لها. هنفضل مخبيين عليها لحد إمتى؟ دي كانت عايزة تسافر مع حسن. أنا كمان تعبت من كتر الكذب. تعالي معايا نشوفها. مش لازم نضيع وقت وندور عليها جوه خالص. انا اعرف منين بس انها خرجت على الشارع؟ طب احنا نتصرف ازاي دلوقتي؟ انا لو مامي حصل لها حاجه على فكره انا عمري ما هسامحك. اهدى يا حبيبتي اهدى. وكمان سيبت تليفونها هنا وسابت شنطتها جوه. روحي هات العربية خلينا ندور عليها حوالين الفيلا. اوكي جدو. استنى عندك، ما احناش محتاجينك معانا. اطلع لم هدومك ودور لك على بيت تاني نسكن فيه لانك هتطلع الهام. والشركة انا مستغنى عن خدماتك. كلها كام يوم وهستلمها منك. Thank you.
طيب يا طنط بليز لو جت عند حضرتك او كلمتك تقولي لي. حاضر يا طنط اكيد هطمنك والله. مرسي. انا قلت انها مش هتروح عند نانسي. طب يمكن راحت الجمعيه ولا المشتى. كده كده مش هينفع نفضل قاعدين كده وما نعرفش عنها اي حاجه. انا هروح الجمعيه وانت حسن اطلع الجاردن سنتر واي حد يعرف اي حاجه يتصل بالتاني. ابقوا طمنونا لو سمحتوا. ليلى يا بابي هات الخاتم اللي جابته لك الهام يوم قرايه الفتحه. خاتمي ده وقته. ليلى من فضلك هات الخاتم. ايه حكايه الخاتم ده؟ احكي لك لما الحيوان ده يطلع بره. ما عادش بيتك علشان تقول مين يقعد فيه ومين ما يقعدش. يعني النصاب ده يفضل موجود وانا اللي امشي؟ هو كان مين اللي جابه؟ مش انت؟ طبعا. هذه اللحظة اللي انت مستنيها من زمان. لحظة انك شفك على حقيقتك، مش كده؟ لا. لحظة انك تدمر العلاقة بيني وبين إلهام. الحقد والسواد اللي جواك طول السنين اللي فاتت دي ما قدروش ينسوك ان إلهام حبتنا انا واتجوزتنا انا. بس برضه لازم تعرف حاجة تانية. رغم الخلافات اللي بيني وبينها دي ودور الشهم المنقذ اللي انت بتعمله طول الوقت عمرها ما هتبص لك. عارف ليه؟ عشان بتحبني انا. وكل المشاكل دي هتتحل وهنرجع احسن من الاول كمان. إلهام عمرها ما هتفكر ترجع لك تاني. ولو فكرت انك تقرب منها انا اللي هوقف لك. كفايه كده يا كمال. عندك حق يا عمي. انا هروح ادور على إلهام بدل تضيع الوقت في الكلام الفارغ ده. انت اتفضل. ما عادش حد مستحمل. كفايه المشاكل اللي وقعتنا فيها. الخاتم اهو. الخاتم ده جابته إلهام هديه لينا في قرية فتحتها. النهارده بس اكتشفت ان الراجل كان مديه هديه لإلهام. ايه بقى اللي يخلي ست محترمة تقبل هدية من راجل؟ انت بتقول اي كلام علشان تداري على عمتك. مين اسامة ده؟ انا معرفش اسامة يا جد غير الكلاينت اللي بيجي لمامي المشتل. انا شفته. هو جه هنا مرة قبل كده وكمان جه لحد هنا. ده طرطور بقى مش عارف ايه اللي بيحصل من ورايا. اياك تغلط في إلهام. انت فاهم؟ وتفضل لو سمحت. انا هطلع اخد شنطتي وهمشي بس مش هطلق إلهام الا لما اعرف مين أسامة ده وايه علاقته بيها بالظبط. يا حبيبي اكيد هو هيتجنن يعرف انا مين وعلاقتي بمراته وصلت لغايه فين. طب وفيها ايه؟ انا هقول لها ما اعرفش مين اللي بعت المسج واني متضايق جدا اني سببت لها مشاكل واني انا مستعد اني اقعد مع جوزها واحكي له على الموقف كله. اه طبعا اكيد انا وراجي هنتقابل بس مش دلوقتي. طب اقول لك ايه؟ اقفل وهكلمك تاني. سلام. ايه ده؟ إلهام انت وصلتي هنا ازاي؟ انا اسفه انا لقيت الباب مفتوح. ممكن تحاسب التاكسي اللي بره عشان انا نسيت شنطتي كلها في البيت. اه طبعا. طب اتفضلي اتفضلي. لسه هنا؟ تعالي 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 اتفضلي تعالي اقعدي اتفضلي.
انت بتترعشي. طب ثواني ثواني هفتح لك الهيتر. ها بصي، فتحت لك الهيتر والبطانيه هتدفيكي على طول. ها ثواني احط لك كاس. بس خديه على بق واحد. يلا برافو 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 بس كده. براحة. هو في ايه؟ حصل حاجة؟ مش عايزة اتكلم، مش قادرة اتكلم. عايز ايه يا راجي؟ ارجوك يا بسمة افتحي. عايز ايه يا راجي؟ عايزك تسامحيني. لا يا راجل، انت ايه؟ زهقت من الهام شوية، قلت اجي اتسلى. انا والهام سيبنا بعض. يا حرام، تصدق صعبته عليا؟ وايه كمان؟ بس ما ارجوك ما تكلمنيش بالطريقه دي، ولو سمحت اسمعيني. بقول لك ايه، انا مفيش حاجه بيني وبينك اصلا تخليني اسمعك، ومفيش حاجه بيني وبينك تخليك تجيلي لحد هنا. لا في يا بسمه، في حاجات كتير قوي، وهي اللي خلتني اجيلك لحد هنا واقول لك انا غلطت في حقك واطلب منك تسامحيني. اسامحك على ايه بالظبط؟ انت اذيتني كتير قوي يا راجل. كانت لحظه غضب يا بسمه، وما تنسيش برضو ان انت خدت حقك وزيادة. كل ده ما يهمنيش. الحاجة الوحيدة اللي تهمني ومتأكد منها اني ما اقدرش ابعد عنك. وانا مين يأكد لي الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اللي يأكد لك ان انا جيت لحد عندك، سبت الدنيا كلها وجيت لك انت. خايف اصدقك. أنا ممكن أعمل أي حاجة في الدنيا عشان تطمني، بس تعالي نقعد ونتكلم. أنا تعبان أوي، محتاج حضنك يا بسمة. ما حبيتش اقلقك. انا بنت هنا. اه ابيض.
استني استني بس، نفطر مع بعض وبعد كده اوصلك. لا لا انا لازم امشي. طب انا هوصلك مش مشكله. لا مش عايزك توصلني، انا لازم امشي دلوقتي. طب انا طيب. الهام خير يا فوز. معلش يا حبيبتي اتأخرت عليكم النهارده غصب عني، والله كان في حادثة كبيرة قوي على الطريق الدائري وأنا جاية. تمام. أنت لابسة هدومك من بدري كده ليه؟ 10 دقايق وأحضر لك الفطار، ده كأنك لقمة قبل ما تنزل. أنا مش خارجة يا فوز، أنا بهدومي من امبارح أصلاً. يا بنتي لا نايمك بهدومك ولا أنت أصلاً ما نمتيش؟ أنا مش فاهمة حاجة، هو في إيه؟ ولا حاجة، مامي خرجت زعلانة ولحد دلوقتي ما رجعتش. يا نسبتي؟ وأنتوا عملتوا إيه؟ ولا حاجة، أنكل كمال وعلي عمالين بيدوروا عليها بس برضو مفيش فايدة. حبيبتي يا الهمونة كان راكبينها كده على طول يا حبتها. مين اللي زعلها؟ هو إيه اللي حصل يا بنتي؟ بتفهمين؟ لو سمحت يا فايزة اعملي الفنجان قهوة. حاضر. مامي؟ مامي أنت كويسة؟ قلقتيني عليك يا بنتي. بارك يا حبيبتي انك بخير. انت كنتي فين؟ مش وقته يا جدو، سيبها ترتاح الاول. طب اطلعي اوضتك استريحي الاول. على مهلك يا حبيبتي، على مهلك. مش عايزه حد معايا، انا عايزه اقعد لوحدي. حاجة دي المطبخ واطلع بص عليه. ما تقلقوش. طب جدو انا شايفه اننا لازم نكلم دكتور نبيل. لا انا هكلمه وانت كلمي كمال طمنيه. خلاص حاضر. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. يا جدو ده انت جيت امتى؟ لا لا بقيت هنا من امبارح. انت اللي رجعت امتى؟ انا رجعت الفجر تقريبا بس طلعت على اوضتي على طول. هو علي فين؟ انا عديت عليه على اوضته كده اول ما صحيت ما لقيتوش. طب الحمد لله انها رجعت بالسلامه. لا انا عندي مشوار مهم هخلصه واعد عليكم عشان اطمن عليها. مع السلامه يا لينا. مع السلامه كمال باشا. ما ينفعش اجي مع حضرتك اطمن على مدام الهام؟ ما عادش ينفع يا حسن، هي خلاص عرفت انك مش ابنها، يعني الافضل ليها انها ما تشوفكش تاني. يلا حسن استعجل اخوك خليه يلبس بسرعه. ماشي يا باشا. كمال باشا معلش بس حاجه اخيره، يعني هو ما ينفعش تقفي كريم من المشوار ده؟ كريم هو اللي شاف فريد ولازم يقول الكلام ده قدام الضابط اللي ماسك القضيه يا حسن. ما حدش غير فريد هو اللي عمل في ابوك كده. هو صحيح موضوع اسامه ده غريب شويه، كونه راح لابوك دي وراها سر، بس فريد هو اللي كان موجود وقت الانفجار والحريق زي ما كريم قال. انا كل خوفي بس انه لو ما طلعش فريد ولا طلع منها ممكن اخويا يتاذي يا باشا. مش هيوصل له ولا هيطلع منها، وزي ما اتفقنا اول ما فريد يتقبض عليه ويتوجه له اتهام هتاخد اخوك وهتعيشه في مكان كويس. طب والورق بقى اللي ماسكه عليها فريد وراجي ده ممكن يدخلني السجن في اي لحظه يا باشا؟ برضه من الناحيه دي اطمن، الورق ده أنا هجيبهولك بنفسي. حتى لو معرفتش هقدر أثبت إنهم كانوا بيهددوك بالورق ده علشان تعمل اللي هم عايزينه. وإن ضميرك صحي واعترفت. يلا حسن أنا هستناك في العربية تحت. يلا. ماشي يا باشا. كيمو. أنا خلاص أهو. طب يلا بسرعة. طيب ألو
يا مروان. لا يا حبيبي، انا سافرت انا وكريم عشان كان عايز ازور ناس قرايبه كده. لا ما انا مش هينفع اسيبه للاسف. ما مش هتاخر، مش هتاخر. ماشي يا حبيبي، مع الف سلامة. السلام. مش يلا ولا ايه؟ يلا حبيبي. كذا واحد في السجل المدني باسمه أسامة رضوان، المفروض الاسم يبقى رباعي أو ثلاثي على الأقل عشان نقدر نوصل للشخص ده. بقول لك يا راجل، أنا شايف بدل التدوير والمتاهات دي أنت ممكن تواجه إلهام تقول لها مين الشخص ده وهي تقول لك الحقيقة. أنا كنت هعمل كده، بس كنت مستني أجمع عنه شوية معلومات. أنا شايف إن الهدية مش دليل على حاجة، يعني ممكن يكون الراجل قدم لها الهدية دي بيشكرها على حاجة هي عملتها له عادي. وليه ما قالتليش ساعتها؟ ليه تكذب عليا وتقول انها جايباها هديه لينا؟ يمكن يا راجل. بسم الله. باشا ازاي سعادتك؟ لا كذب يا باشا، اكيد حد زق الواد عليا. طيب سعادتك انا هتصرف. شاكر افضل معاك. مع السلامه. في ايه؟ حسن، حسن ابن الكلب قدم فيها بلاغ بيتهمني ان انا قتلت ابوه. اخوه شهد ان هو شافني وانا نازل من البيت قبل الحريقه. نهار ابو اسود، وانت هتعمل ايه؟ ها؟ اعمل ايه؟ قصدك هنعمل ايه؟ احنا الاتنين في الليله دي مع بعض يا راجل. لما يبعتولي عشان ياخدوا أقوالي هقول إن أنا كنت معاك، وإنت لما يتم استدعائك هتأكد الكلام اللي أنا قلته. طب وهم يعني هيصدقوا الكلام ده؟ ولا هنلاقي نفسنا في السجن وحد المشنقة حوالين رقبتنا؟ حسن ما عندوش أي دليل ضدنا، وكلمة أخوه قصاد كلمتنا أنا وإنت. أما حسن ده فأنا هيبقى لي تصرف تاني معاه. كانش في حاجة مسيطرة عليا غير صوت بابا وهو بيقول إن علي، إن علي مات. فضلت أسأل نفسي سؤال، هو أنا ليه عايشة؟ فجأة دماغي اتشلت وما بقيتش عارفة أفكر في أي حاجة غير إني انتحر. مش عارفة ما عملتش كده ليه، لغاية ما لقيت نفسي بوقف تاكسي وبقول له على عنوانه. هو ده مش برضه انتحار يا دكتور؟ انت بتحس بمشاعر تجاهه سامة؟ ابدا عمري. انا ما حبيتش حد في حياتي غير راجي. ولسه بتحبيه؟ مش عارف، ما بقيتش عارف. راجي بقى بيضايقني، وجوده جنبي وفي حياتي بقى بيضايقني بكذبه وبخداعه. بعلي. طيب لما رحت عند أسامة كنت بتعاقبي راجي طبعا؟ يمكن، بس هو أنا الحقيقة اكتشفت إن أنا كنت بعاقب نفسي. أنا مش عارفة أعدي كل اللي حصل ده إزاي. هي السفرية دي ما ينفعش تتأجل شوية يا هشام؟ بصراحة حاسة إنه مش وقتها خالص، الوضع في عيلة دياب زي الزفت. ما هو محمود هو اللي مكلفني بالسفرية،
لازم اروح اقابل الناس في الشركه اللي بنستورد منهم المواد الكيماويه. ايوه انا فاهمه، بس المفروض نبقى واقفين جنبهم في وضع زي ده. هما بس يسمعوا نصايحك يا نانسي كل مشاكلهم هتتحل. ما تبطل بقى يا هشام تعاملني بالطريقه دي، ما كل حاجه ماشيه كويس اهي. يمكن السفريه دي تيجي بفايده، اهو الكام يوم دول افكر فيهم بهدوء شويه. الو. ايوه عمي. ايوه عمي، بس انا طيارتي كمان كام ساعه. حاضر، تحت امرك، هجيلك حالا. سلام. محمود بيقول لي الغي السفر وتعال قابلني حالا. طب ممكن تكلمني تطمني؟ ها قلت ايه؟ لا يا حسن، انا مش عايز اسافر. احنا ما اتفقناش على كده يا ابو علي. ايوه بس اتفقنا ان احنا نعيش مع بعض في حته بعيده ونبدا على ميه بيضه كريم. بس انت جبت لي سيره السفر. هي فرقت بقى سفر ولا مش سفر يا كريم؟ مش اهم حاجه نكون مع بعض. ما احنا ما نعرفش حد بره. واحنا نعرف حد جوه يا كريم؟ انا لو انت مقطعين من شجره ملناش غير بعض، مش مهم بقى المكان. واحنا يعني حد هيسال فينا؟ ايوه كمال باشا ومدام الهام ولينا ومروان هيسالوا عننا. كريم صدقني وجودنا هنا في خطر عليا وعليك. حبيبي بره في امان، وانا تعبت يا كريم، تعبت من الخوف من بكره، وتعبت من الخوف عليك، وتعبت من كل حاجه. ما تكسرش مناديفي بقى وما تصعبهاش عليا. طول ما انا جنبك يا ابو علي اوعى تخاف. استنى انت. انزل انت واخوك الاسم وغيروا اقوالكم احسن لكم، والا قسما بالله لا هيتدعى على دماغك انت واخوك. فاهم؟ ادخل. راجي انا كنت عند محمود بيه وعايزني امسك الشركه. عرفت، لسه مكلمني ومبلغني. راجي انت طبعا عارف ان انا اكيد مش مبسوط من اللي بيحصل ده، بس انا في الاول وفي الاخر بشتغل في الشركه وما اقدرش ارفض له طلبه، فياريت تكون مقدر الموقف اللي انا محطوط فيه. هشام انت مش محتاج تقول اي حاجه من الكلام ده، انا فاهم كل حاجه، واللي بيحصل ده انت مالكش اي ذنب فيه. انا متاكد الخلافات دي مش هتطول، وانك قريب جدا هترجع تاني مكانك في الشركه. ده اكيد، الشركه دي من غيري تغرق. طبعا. انا لسه بعت لك انت ولينا ايميل من شويه، هنجتمع هنا كمان ساعتين، عايز اسلمكم الاوراق والملفات اللي عندي. تمام. طيب استاذن وارجع لك على ميعاد الاجتماع. ماشي اوكي.
عملت ايه مع حسن؟ فضل مستخبي في شقه كمال عشان ما واجهنيش، بس الكلام اللي كنت عايز اقوله له وصل له، ولو هو فكر بعقل شويه هيروح يسحب البلاغ. المشكله ان كمال مش هيسيبه يسحب البلاغ، دي الفرصه اللي مستنيها عشان يوقعنا. مش الان، هعرف اطلع منها برضه. المشكله دلوقتي في الماده اللي موجوده في المخزن، اكيد محمود هيحط ايده على كل المخازن، ممكن يقوم بتحليل الماده ويعرف اللي فيها. طب والمشتري اللي اتفقتوا معاه عشان ياخد الماده؟ رجع في الاتفاق. في عثمان